اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم سولوا الناس. اليوم غادي نسولوا المواطن المغاربه شحال تبغي يكون عندك من ولد في ظل هذه الظروف الحاليه. بغيت تعرف كيفاش جاوبونا لنتابع. بصراحه ما نكذبش عليك، على حساب الظروف وعلى حساب يعني الاستطاعه ديالي انايا، يعني بالنسبه ليا انا بصراحه انا كنكون كاب ان شاء الله بحول الله مستقبليا، يعني ما عنديش واحد ندخل مستقر، يعني انتم عارفين البيع والشراء يعني كل نهار ورزقه كيف تنقولوا. وبالنسبه لهاد الظروف وهاد الوضع اللي انا فيها تنقول واقيلا نقدر ندير جوج ثلاثه كاع الا كثرت. وا خويا اش نقول لك، الوليدات راه ضروري، وكيف تيقولوا الناس قدام قال لك كيجيو برزقهم، وثلاثه الوليدات الحمد لله اللهم لك الحمد، اسامي فوتش ثلاثه باش المجتمع ديالنا ما يبقاش يزيد خياب. لان دابا كنشوفوا واحد الظاهره بصراحه انا كنشوفها، يعني الناس اثرياء عندهم الفلوس ولاباس عليهم، كتلقى عنده وليد جوج، فما بالك كتلقى انسان فقير يعني ما عندوش واحد مدخول شهري، يعني انسان كتلقاه كيبيع، كاين الاسره كتعيش على 40 درهم في النهار 50 درهم في النهار، ما نفوتهمش على حساب. بصراحه انا بالنسبه ليا انايا نقدر نولد جوج ثلاثه كاع الا كثرت، وما نكذبش عليك واخا هي راه قاصحه، هو انسان كيبغي الوليدات بطبيعه الحال، لان الحلاوه ديال الوليدات راه لا يغنى عنها، وهاد الحلاوه ديال الوليدات هي اللي كتنمو الثقافه ديالنا. حنا لما جيناش نولدوا راه ما كاين والو، يعني غيبقاو الناس كبار غيموتوا ما غيبقى والو لنا في هذه البلاد، يعني كان يعني ضروري ملزم باش نولدوا سنه الله. كي كنشوفوا فلسطين، يعني فلسطين شحال من عام ديال الحرب وشحال من عام ديال الحرب، ولك ما عدا ذلك سبحان الله العظيم، يعني ذاك الناس باقي كيتزايدوا. دابا نتوما فضلكم نتوما، يعني فضل شوف تيفي بصراحه وليت كنمشي للاداره ولا كيقضوا معنا الغرض، هادشي ما فيهش شوها ولا هادشي بالعكس الواقع، وكنحيموا الفكره ديال شوف تيفي بصراحه عجباني بزاف. انايا بغيت نولد جوج وليدات، يلا نتكافلوا معاهم، بزاف المصاريف المدرسه راه بزاف، انا دابا جوج وحده فيهم، وراه الظروف كلشي غلا، كلشي المدرسه مصاريف كسوه العيد كلشي. هذا العدد يعني ما يمكنش تحكم فيها نظرا للمجموعه ديال العوامل، انما كتبقى مساله ديال تفاهم الزوجين مع الظروف المعيشيه. الى جينا نرجعوا من الكوطي ديال الدين زعما الله سبحانه وتعالى تيقول لك يعني ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نحن نرزقكم واياهم، يعني هنا مساله يعني ربانيه وحكمه، وهذا يعني بزاف الامور يعني ما، ولكن نظرا للمجموعه ديال الاكراهات اللي اصبحنا كنعيشوها في الوقت الحالي تبدلات النظره شيئا ما. هنا خرجت مؤثرات خارجيه، سوق الشغل قليله، ما كاينش الموجود، يعني هنا ولينا كندخلوا في حيثيات اخرى ديال يعني الحساب. هنا فين ولات هذه المعادله؟ هي معادله صعبه شيئا ما، يعني تقدر تفلح فيها تقدر ما تفلحش. نقول لك بالنسبه لي انا جوج راه عدد راه يعني لا باس به، انا كانت يعني الظروف مواتيه زعما وكانت يعني الظروف كما نقولوا سميتو كيقول لك حاول يعني تديبون حساب، يعني عندك ولد وبنت ساعتك غتقول باغي، عندك جوج بنات غتقول باغي ولد، عندك ولد يعني هنا فهمتي فوالا، يعني هادو اكراه يعني كما نقولوا املاءات اخرى عاوتاني كتدخل. ماكسيموم جوج، باسكو مع هاد كورونا ومع هادشي زعما بنادم يعني الواحد وراه بزاف. يعني ماكسيموم جوج، الا الواحد راه واحد وفيه الكفايه باش الواحد يبقى سميتو. دابا المصاريف قليله وما كايناش الخدمه وبزاف ديال الحوايج اللهم. بالنسبه ليا انا بغيت ثلاثه الاولاد، ثلاثه مزيان يعني كيكبروا من بعد غادي تكبر، وهذاك الشيء ضروري. وحده اذا كانوا عندك بنات يتزوجوا يمشيو صغار الاحسن يكونوا عندك ثلاثه الاولاد، اكثر من ثلاثه ضرار كتخربق، باش يلاه تمشي معاهم في الحياه، حيت الاولاد دابا ولاو خاصك هدف، يكون عندك هدف فاش غدير ولا خاصك دير بالنسبه لك راه مشروع، هما خاصك توفر لهم مدرسه دراسه المستقبل ديالهم باش يلاه يلاه. بالنسبه للخدمه اللي كنخدم انا بالمعيشه ديالي لحد الاقصى ثلاثه الاولاد، انا اللي كانت عندي الفلوس غنولد توام وولد، اما بنت ولا ولد، اما ما عندكش الفلوس سير البد وشد الارض ما تزوج ما والو. وحتى الاعراس الاسطوريه اللي كنا كنديروهم باش نساعدوا العرسان باش يتزوجوا تا ما غاديش نبقاو نديروه. الظروف هذه ما خصكش تولد، ما خصكش تزوج كاع، خصكش تولد. فين غتولد؟ تروح للشريع مشي بيع كلينكس اللي يطلب، خصك تبقى ديال راسك، دابا راسك وغالب عليك راسك، يعني راسك المتطلبات ديالك انت
يعني وما كتلقاش ليهم واحد الجاد. الاولاد هي كيبقى حلم هذا ديال اي امراه اي رجل انه يولد الاولاد. انا يسهل عليا الله وكان بالاستطاعه ديالي انني يكون عندي يعني فين غنسكنوا فين غنقضي هذا ما غاديش نفوت ثلاثه كاع ماكسيموم ثلاثه اخرين 16 ثلاثه دابا في هاد في هاد في هاد يعني في هاد المستوى المعيشي وهاد المحيط اللي عايشين فيه حنا بالنسبه للشباب اللي طالعين دابا الظروف ديال العمل والظروف ديال هذا ما خصش يفوت ثلاثه اللي فات ثلاثه ما غاديش يلقى ما يوكلهم. اذا المشاهدين الكرام كما سمعنا في المواطن المغربي اكدوا على انهم ما يمكن لهمش يفوتوا جوج ديال الاولاد او ثلاثه كحد اقصى نظرا للظروف المعيشيه الصعيبه اللي كنمروا منها. هكذا ما بقى لي غير نقول لكم حق نوصلت نهايتها تبقاو على خير.